اه السلام عليكم. احنا دلوقتي بنعمل بقى الفينشنج الاخير لاحواض السمك بتاعت السالمونكس واحواض الزرع. فاللي احنا شايفينه ده الحوض دي ميه، وده برضه هيتنضف طبعا وهيتملى ميه، وهنبدأ نحط بقى في الحوضين ديت نشادر، يعني كل متر مكعب بنحط له من جرام بجرام ونص او 2 جرام نشادر، يعني بديل للامونيا، بحيث انها هتروح للنباتات. هنا هنشغل النظام، هتروح هنا للزرع في الرمل يعني، وتبدأ البكتيريا تتكون عندي في الرمل الاول، وتبدأ تشتغل تحول لي الامونيا بنترات. طبعا احنا عارفين، عشان برضو الناس اللي هي بيهمها تعرف تفاصيل، عندنا نوعين من البكتيريا، نيتروباكتر ونيتروزومونس. تحول لي الامونيا لنيتريت، والنيتريت برضو سامي، وبعدين يتحول لنترات. ده بياخد قد ايه بقى علشان يتحول لنترات؟ بياخد بالظبط حوالي 41 يوم. النيتريت يتحول لنترات بعد حوالي 10 ايام ل 20 يوم تحديدا، يعني من 10 ل 20 يوم بيتحول النيتريت لنترات. سوري، الامونيا لنيتريت، وبعد كده تحول لنترات. فبتاخد كام؟ بتاخد 41 يوم. يعني ايه؟ يعني عندي 41 يوم ابدا انزل السمك بتاعي. تمام. طب هنشوف الاحواض دي احواض فايبر عمقها 30 سم. فاحنا بنحط رمل. طبعا الرمل هنا يفضل ان هو يكون رمل سيليكا. ممكن نستخدم الطفله، بس الطفله يعيبها هي بتحتفظ الميه، وكمان بتبقى الملوحه بتاعتها عاليه. رمل المباني الخوف منه بس ان هو يبقى فيه كربونات او بيكربونات. تمام. لكن احنا حتى لو هي موجوده احنا هنعالج ده، لان طبعا بيصعب على الناس انها تستخدم رمل السيليكا لعدم توفره، مش موجود. وبصراحه الناس التجار بداوا يستغلوا الحته دي وبداوا يتاجروا فيه ويعلوا سعره يعني. لكن هو متوفر عندنا في مصر، متوفر على فكره بكثره، مش موجود بندره يعني، لكن موجود على فكره. يعني ممكن اي حد يبقى عنده الارض وبيزرع فيها عادي، منطقه اسماعيليه عامه يعني، ومناطق صحراء مصر كتير فيها رمل البيضه دي اللي هي رمل السيليكا يعني. طيب مش موجوده، بجيب رمله خشنه. تمام. اللي هي رمل المباني الخشنه، وبستخدمها. الحوض ده في تجهيزه احنا في الطرف هنا، عشان مع الميل بعمل ماسوره الصرف هنا ماشيه كده. الماسوره ديت بتبقى 1.5 بوصه اللي هي دي اهي. طبعا من جوه من هنا بتبقى مثقبه، طبعا عشان هي مثقبه بنغطيها يا اما سيران من ده، يا اما بنجيب الشاش من اي صيدليه ونغطيها بيها ونربطها كويس. والثقوب بتبقى من فوق، احنا شفناها في فيديو قبل كده، بتبقى من فوق ونغطيها بزلط. يعني بص معايا كده هنا، قربي كده، بص الزلط اهو، الزلط ده ماشي على الماسوره. تمام. وبعدين بحط الرمل عادي مفيش مشكله. وبعدين بنبدا نقسم الرمل لاتنين بيتن، او زي بعض الناس تسميه اللحف او البيت. تمام. بالشكل ده كل الفكره ان الخرطوم ده زي هنا، حتى انتم ملاحظين النباتات طالعه هي تجرجير طالع عادي بدون ما اشغل سمك ولا حاجه. هو كل الفكره ان الخرطوم زي ده بيبقى فيه فتحه من هنا وفي فتحه من هنا، ننزل الميه تمشي في الانايات دي كده، وبعدين يتسرب من الماسوره يرجع لي تاني هنا. النباتات الكبيره، النباتات الصغيره بزرعها زي ما انتم شايفين كده. النباتات الكبيره هزرع نبات مثلا طماطم هنا، وبعديه ب 40 او 50 سم نبات تاني، وهكذا. او كوسه او خيار هنزرع هنا ان شاء الله. هنا هنزرع فراوله في المسافات البينيه وجرجير، لكن الرئيسي هيبقى طماطم او خيار. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهو، هذا الحوض التاني، الحوض التاني، الميه طبعا هتمشي من الانايات دي برضه زي ما قلنا. وادي الماسوره هنا اللي هي فوقها الزلط دي كده، ادي 3 احواض، وادي 3 احواض تانيين احنا مجهزينهم بالشكل ده. ان شاء الله نزرع. هنشغل النظام وهنبدا نزرع، وبعد كده هننزل السمك. في كل مرحله من المراحل طبعا لازم نعمل لكم فيديو وننزله عشان تبقوا متابعين معانا اولا باول. حته اخيره عاوز اقولها، الحامل ده معمول هنا خشب، بس ده على حسب رغبة الاونر، لكن الصح
ان ده بيكون حديد افضل، عشان الرمل على فكره بيبقى تقيل شويه. تمام، بقيه الانظمه ان شاء الله اللي سواء الدش والجداريات دي هنشرحها مع بعض واحده واحده كده ان شاء الله. في النهايه بقول لكم شكرا ومتحيات بوني كاسكيف. تليفون 010-1392-5995 او 011-00-66-0121، واحنا بننشئ زي ما شايفين صور بهذا الشكل، سواء كانت على الاسطح او في الاراضي زي الاراضي الزراعيه دي كده. ممكن بنعمل مشروع هيدروبونكس او ساند بونكس او الاكوابونكس داخل صور زراعيه في الاراضي الزراعيه كمشروع تجاري. ده المساحه بتاعت السطح ده حوالي 305. الداتش باكت عندنا ال ان اف تي او الديب ووتر او سوري او الدي اف تي اللي هي الديب فلو تكنيك، والداتش ده هنزرع فيه خضار، وبرده هيبقى هتشوفوا معانا زارعين فاكهه، هيبقى عندنا دراجون فروت وعندنا تين برشومي وعندنا رمان هيبقى موجود، وعندنا ان شاء الله هيبقى فيه خوخ موجود وعنب. دول الفواكه اللي هنزرعها هنا على السطح في الناحيه الثانيه ان شاء الله. شكرا، سلام.